ازيكم؟ معاكم زيزو من قناة زيزو جيمنج، والنهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت. والنهاردة يعني يا جماعة صراحة في حاجة وحشة، خبر وحش. اللي احنا عملناه في الحلقة الأولى ما تحفظش، فسامحوني معلش. فشكرا، هنبدأ من الأول. تمام، فهنبدأ من الأول، بس هنعمل كل حاجة الحلقة دي، بس يعني الحلقة دي هتبقى طويلة شوية، فتابعوها لحد الآخر بقى. تمام، فيلا بينا نبدأ. بس أنا ميتنسوش اللايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد، عشان يوصلوا كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكوا. ويلا بينا نخش على اللعبة. يا شباب، نزلنا في الجيم زي ما انتوا شايفين، معرفش ماله كده، في لاج، مع ان الكمبيوتر بتاعي بيستحمل كل اللاج وكل حاجة. اي ده مش ده مش ده مش. دلوقتي في كهف تحت هنا، انا هنزله يا جماعة، بس عشان ايه؟ عايزين نجمع اي حاجة. هو ماله كده عمال يدمجني جامد؟ ياه، ممكن الاقي دايموند وحاجات من هذا القبيل. في هنا ايرون، طبعا مش هينفع نجيبه بايدينا، هنحتاج ناخد دلوقتي عشان انا ايه، شكل زنقت نفسي في مكان مش المفروض محدش يدخل فيه اساسا. ماشي يا جماعة، نخرج كده على السريع بس عشان ايه، نروح بقى نجمع لنا حاجات ونبني بقى الحاجات دي. انتوا عارفينها في ماين كرافت طبعا، يعني دلوقتي المفروض اطلع فوق كده او اطلع فوق هنا كده ازاي؟ يا اتخضيت، يا خرج، يا وي ما اتخضيت خضر. يا وي يا لو مش بينط ليه يا خربان؟ كان كريبر وكان ينفجر جنبي. نهار اسود، ده انا فضيت فضة. قولوا انتوا بتتخضوا كده برضه لما بيتلاقوا كريمر كده جنب جنب افاكو ولا ايه؟ مكسر يا جماعة، انا مخرج ارجع لكم بقى عشان شكله مكان حتة طويلة. يلا يلا بس اتكسر. انا يا ريتني ما كنت نزلت هنا، المكان ده المفروض ما نزلوش تاني. كروني يا جماعة، بيتك فضني يخرب بيتك. اسكت، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أنا مش شايفة أي حاجة، أنا عمالة أكسر الخلاط. كان لازم أخد بالي صح، هو قفايا دلوقتي، قفايا فاهم يا عم الزومبي؟ بس مش كويس ان احنا موجودين هنا صح ولا ايه؟ يا الله فين نور الشمس؟ وحشتني يا نور الشمس. دي اخر بلوكاية مفروض. نمشي يا عم من المكان ده، كان متضايق. جمع بس خشب، الخشب هو المهم. انتوا قبل كده قلتولي اعمل البيت من طوب، ماشي بيت من طوب عادي، حلو بيت من طوب هيبقى قوي
ممكن نبيضه نشوف برضه، ممكن نبيضه الحلقة دي عشان نعمل شغل خرافي، عشان نعمل كل حاجة في ماينكرافت. دلوقتي ينفع نعمل كرافتنج تيبل؟ لو بس نعمل خشب كده، جمع جمع جمع. دلوقتي ينفع نعمل هات خلاص. عايزين نعمل عصيان خلاص كده. دلوقتي ينفع نعمل كل حاجة. دلوقتي يا جماعة ينفع نعمل ايه؟ ينفع انا عاوز اعمل ينفع ايه بقى؟ أسلحة. عاوزين طبعا حاجة عشان الشجر، وتانية عشان الأرض، وتالتة بقى عشان ايه ده كده. يلا عايزين بقى نمسك مواد في ايدينا. ده هنا وده هنا ده هنا ده هنا. خلاص كده تمام، كده تمام يا سيدي. ناخد الكرافتنج تيبل، نروح بقى عند الخشب ونكسر. لو عايزين نجمع خشب بالهبل تمام، جمع كده مليون خشباية عشان احنا عاوزين ايه نعمل خشب. قولولي لو السلسلة دي عجباكوا عشان اعمل تاني كتير منها جدا 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 تمام. وتحبوا ايه اكتر، نلعب بابش كتير ولا فورتنايت كتير ولا ماينكرافت كتير؟ قولولي برضو لو عندكم ألعاب تانية ألعبها، ممكن روبلوكس، ممكن اسمها ايه ماي روبلوكس، وتاني ممكن بقى كول اوف ديوتي، ممكن روك ليج، ممكن حاجات تانية. بس يا جماعة ما تعرفوش ان انا بحب الفورتنايت. يلا بس نكسر عشان ايه، عايزين نبقى أساطير. يا جماعة أنا جمعت خشب كتير لدرجة إن الخاص بتاعي فين البقرة؟ فين فين؟ أين أنت يا بكرة؟ بكرتي الخضرة تمشي بين الخضرة. تعالوا يا جماعة بقى نحاول نحلل الخشب ده عشان نعمل فؤوس وحاجات من دي كتير. طب بصوا يا جماعة، أولا هنعمل بيت من خشب مؤقتا تمام، خشب. وبعد كده ممكن نعمل بيت من ال من اسمه ايه، تيجوا بصوا من الطوب زي ما انتوا عاوزين عادي بقى. والاول هيبقى بيت صغنون كده حلو، بيت كيوت كده، بيت كيوت حلو. بعد كده عايزين بقى نعمل صنارة ونصطاد سمك، حاجات حلوة كده زيكوا تمام. يلا نكسر أو نكسر ايه، نحفر. خد ده خد
انا ايه هوبا ده رمل يلا كده انتوا عارفين يعني مستاهل يلا هنقعد نحفر الخشب ونحفر الرمل ده لحد امتى؟ يا جماعة بس عاوز اقولكوا على حاجة انتوا لما بتقولولي العب اللعبة دي بلعبها يعني مش انتوا بتقولوا العب يا زياد انا مبلعبش بتدوني افكار على فكرة بتدوني افكار لأي لعبة عشان الافكار بتفرق صح اعمل في المكان ده كده صح بس احنا قلنا نعمل بالخشب وهات كل انواع الخشب نعمل اول بخشب ده كفة كفة مكفاش نعمل بخشب تاني يلا يلا فكرة هنسرع الحتة دي ماشي يا جماعة كده خلصنا الحيطان ماشي أيوة أي هنعمل السقف عشان المطر بقى والكلام ده عاوزين بعد كده نروح نجمع لنا فحم عشان نعمل بقى شموع عشان بالليل السكلوتونات والحاجات دي ما تجيبناش تمام تمام دلوقتي حط سقف وارجع له يا جماعة في حاجة مش مشكلة كبيرة مشكلة عويص مفيش من معانا فلس معلش مش شوية واحدة فاهم في فتحتين زي بس عاوز اعمل فتحة هنا واخد الخشب بتاع الفتحة دي تمام كويس كده هنا مفيش هنا تمام نحط هنا نحط هنا كده خلاص نمسك بقى السيف تعالى مين هتحداني تعالى اتحداني تعالى تعالى اي تعالى اتحداني مين يواجه زيزو جيمنج ها مين يواجه زيزو مفيش حد يواجه زيزو صح ستيف ده ولا مين ها مين يواجه زيزو مفيش حد يواجه زيزو صح زيزو الأسطورة زيزو الأسطوري بيو 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 مفيش حد يواجه زيزو ها صح ولا يا عم انت صح ولا انا غلطان يلا مين يواجه زيزو تعالى انا انت عاوز تواجه زيزو ولا ايه بس عاوز تواجه زيزو جيمنج ولا ايه ها مين فيك عاوز يواجه زيزو؟ مين؟ مفيش حد عشان انا اسطوري صح؟ فانتوا عشان كده بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا صديق بيو 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 واللي هيجيلكوا الراجل ده المنيجة ده هيجي يديكوا على دماغكوا بالسيف صح؟ اعملوا لايك تمام؟ على ما النهار يطلع كده بس وتشرق الشمس والاجواء تصير جميلة والجو يصبح عليل انتوا حطوا لايك وانزلوا الفيديو كده بقى على ما ايه
النهار يجي وانا هسرع لكم وهتشوفوا القمر وهو عمال يمشي، فخليكم مع منظر القمر الجميل. يا جمال يا جم يا جمال يا اساطير يا جمال. تمام، خليكم على القمر الجميل يا جمال. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوسو. يا جماعة بقى النهار جه ولازم الشغل بقى والعمل، هي الأعمال على مصراعيها. هذا الكلام ده فاهمينه؟ يلا نحفر الخشب. نحفر الخشب، حلوة دي يا جماعة، احفظوا. انتوا دايما بتحفروا الخشب، تمام؟ الخشب دايما بيتحفر. دول هيكفونا نعمل بيهم حاجة؟ خليهم معايا بس احتياطي كده. ناخد الشجرة دي كلها، وإيه ونعمل بيها بقى حاجات، عشان عاوزين نجمع فحم مهم، عشان عاوزين نعمل شعلة، والشعلة تنور لنا بالليل. وعاوزين خرفان، عشان الخرفان هتجيب لنا صوف، والصوف هيبقى نعمل لنا سرير، ولو عملنا سرير مش هنصحى بالليل. لو صحينا بالليل الكبارات والوحوش هتجيلنا، ولو الكبارات والوحوش جات لنا هنموت وهنروح في داهية. فهمتوا؟ هنعمل بقى ده. أنا هنجيب الفحم عشان نعمل ايه شعلة، وعشان لو عملنا شعلة الكبارات والحاجات دي مش هتجيلنا، ولو الحاجات دي ما كتلناش ولو الحاجات دي ما كتلناش ايه هنبقى كويسين وهنعيش، ولو جاتلنا هنموت، ولو جاتلنا مش هعرف نكمل سلسلة ماين كرافت، ولو ما كملناش سلسلة ماين كرافت انت هتزعله وانا برضو هزعل. فهمتوا ولا مش فهمتوا؟ اكيد لازم تفهموا يعني، عشان انا تعبت صح في الكلام ده. وصراحة انا مش عارف ارجع للبيت، عشان انا ضيعت كده دلوقتي. يعني بهزر، المفروض اكون عارف انا مكان البيت اساسا. طبعا يا جماعة ناخد القصب بالسكر ده كده نعملها بيه أي حاجة في أي حاجة. أنا سامع صوت خرفان، خروفي خروفي لابس بدلة صوفي. ما أسهل قتل الخرفوف، خرفوف خروفي خروفي لابس بدلة مش صوفي. فين الخروف؟ عايز كمان خروف يا خروف يا عم الخروق. عاملين ايه يا كتاكيت انتوا؟ ها كتاكيت صح؟ انتوا كتاكيت، بس انا لازم اموتكم. خروفي الى اخير يا خروفي، انت الاخير. ماشي يلا نرجع البيت. فين البيت؟ يلا بربنا لازم أسرع، أدور على البيت. هناك دلوقتي هنروح نعمل سرير، تمام يا الله مش تمام يعني. خد القصب أيوة، عشان نعمل ايه؟ نزرع القصب اللي احنا جبناه، تمام، ونشوف هينفع نعمل حاجة أساسا بالقصب ولا لأ. هو ده ينفع يتزرع هنا؟ لا، خده تعالى بس هنا جوه. ايه اللي ينفع يتعمل بقى يا جماعة؟ سرير حلو. تعالى نحط السرير بس كده الأول، نحطه هنا. لا شيل، حطه كده تمام خلاص كده، عشان لو متنا نرجع للمكان اللي احنا فيه، او المكان اللي احنا كنا فيه. نحتاج خشب، بلوط، مش عارف ايه. نعمل ورقة، ماشي،
يعني سكر، نعمل سكر، حاجات تانية اتفتحت، ينفع نعمل ايه تاني؟ ثانية، لا ثانية، ايوه كده كده احنا معلمين، كده احنا اساسيين. طب خلي دي عندنا نحطها برضو، وعاوزين كمان واحد من ده عشان احنا هنعمل حاجات خرافية. عاوزين كرافتنج تيبل، عاوزين كرافتنج تيبل. ثانية بس، فين الخشب؟ اهو هات واحدة، هقول لكم دلوقتي احنا محتاجينها ليه. احنا محتاجينها يا جماعة عشان في الرحلة، رحلة السفاري اللي احنا هنعملها دلوقتي، احنا كده كده يعني مش عايزين نموت، بس نسينا نرجع للبيت الله اعلم. اقول لكم عندي فكرة، ثانية خلي دي احطها هنا، دي هنعمل ايه؟ حطينا انا ورقة، وهي المفروض تتحط ايه بقى يا جماعة؟ دي هي المشكلة، وهنحط ورقة وحاجة تقريبا لون بياض، لحمة، سكر، مفيش. خلاص يلا نمشي. انا اقول لكم بقى هنعمل ايه، معناها حاجة فاشلة يعني، بس ثانية عشان ممكن نحتاج. نعمل لنا اللي هو ده تاني، ماشي، ونروح يلا وننزل. بص بقى، هنقابل الحاجات دي دايما، صعوبات تواجهنا، الحياة مليانة صعوبات يا جماعة، لازم نتحداها ونقاوم وننزل لتحت. ويا ريت نلاقي كهف، نلاقي كهف عشان محتاجينه ضروري. دلوقتي يا جماعة أتوقع إن احنا نعمل حاجات بقى من طوب، هتلاقي ده كده حلو. عاوزين نعمل برضو أكس، أكس من طوب، اعمل أكس حبيبي، واعمل حفارة برضو من طوب دي. خلاص كده تمام، كده كل حاجة تمام صح ولا؟ يعني قولولي برضو عندكم نصايح، صراحة انتوا بتفيدوني اوي، يعني معرفش من غير نصايحكم كنت هعمل ايه. نصايحكم زي العسل، زي الذهب كده يعني، يعني ما يسمعش كلامكم يبقى غلطان بصراحة. فحم فحم فحم، بدأنا نوصل لمرحلة ايه؟ الفحم. حاجة حلوة، حاجة حلوة، عمالين ناخد فحم ومستويات ونعلي مستوانا. تمام يا جماعة، عاوز اقولكوا على حاجة، انتوا لو ينفع نعمل سيرفر برضه في ماينكرافت. انا في واحد قال لي ان ادخل تقريبا غرفة او حاجة زي كده على شعبية، اوه اسمه ايه ده،
ايرون. ادخل اسمها غرفة شعبية، يعني عاوز سيرفر، يعني مثلا ندخل جيم كلنا نلعب كده، يعني نتحدى بعض على جوائز بقى وجيفاويات. ماشي ولا؟ فلو عاوزين قولولي تحت في التعليقات، ولو عاوزين نكمل في سلسلة ماينكرافت دي قولولي. صراحة سلسلة أسطورية. اوه البتاع ده وراه خير، دايما وراه خير. انا سامع صوت لافا، وتهيألي لافا يعني كهف، كهف يعني جولد ودايموند حاجات عسل. بس انا يعني نزلت واخد تعالى تعالى يا خلص. طب دلوقتي ايوه ده فيش حاجة هنا. نورلي نورلي. طيب خلينا نطلع فوق شوية عشان احنا شكلنا نزلنا تحت اوي كده. ماشي نكسر نكسر. طيب كده يا جماعة لو عاوزيني برضو ألعب كتير مع بوبو قولولي. تمام معلش يا جماعة، البث المباشر اللي أنا كنت عامله وقف زمان شوية يعني بسبب إن اليوتيوب قال إن فيه محتوى غير ملائم، ما فيش اي حاجة ظهرت يعني ولا كده. عادي عادي مفيش اي مشاكل، كله عشانك يا يوتيوب، كله عشانك. كلنا بنحب اليوتيوب صح؟ كلنا بنحب اليوتيوب. طب انا استفدت ايه انا كده يعني؟ انا عمال ادور على كهف بقالي كتير وملقيتش. امتى الاقي كهف؟ امتى امتى قولولي قولولي امتى؟ بعد 20 سنة مثلا يعني الاقي كهف؟ يا عم يلا بس نطلع نور بس الحاجات دي، خلي الدنيا منورة بنور. يلا مستعدين الخروج. اطلع طبعا. انا حاسه ان الشخصيه بتاعتي دي تقيله في نفسها قوي. ايه ليه الشخصيه كده تقيله في نفسها؟ ثانيه بس نحفر كده على جنب يمكن في حاجه. خلاص مفيش اكيد. يلا بس نخرج. بس احسن حاجه ان احنا جمعنا شويه حاجات صح ولا ايه بقى؟ يا جماعة شوية حاجات زي العسل. سمعت الصوت؟ أنا سمعته، سمعته زي بالظبط. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده كأنها صوت بوابة حجرية كده اتفتحت ولا؟ بدأت أحس بالخوف، بدأت أخاف يا جماعة. إيه يا ماينكرافت؟ أنت لعبة طيوبة كده، مش بتاعت الناس اللي بيحبوا الرعب. معرفش يا جماعة، بس أحسن نخرج بسرعة قبل ما إيه حاجة تطلع لنا كده. مش عايزين هنخاف، خوفنا بما فيه الكفاية. ماشي تعالوا بس ننام كده سريع. ننام كده سريعا سريعا.
صحينا، ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سوسو سو. يا جماعة عاوزين نعمل فرن، يلا فرن فرن. كنت فاهم رقة الشعلات طبعا أهم حاجة، بس مش عاوزين يعني نكتر منها أوي، نعمل كده حلو كفاية ماشي. وعاوزين نعمل فرن عشان نحط فيه الحديد، هات الحديد حطه فوق. على فكرة اكتشفت حاجة جديدة يا جماعة، ينفع بالخشب بس تقريبا بيخلص بسرعة أوي أكتر من الفحم. عادي عادي يلا، بس عشان ايه منخسرش نفسنا فحم. الخشب ينفع نجيبه بسهولة لكن الفحم لأ. بس ثانية ينفع بجد؟ والله لو ينفع تبقى حاجة خطيرة، تبقى حاجة خطيرة أوي. ثانية بس كده نشوف. بس بيتاخد على طول ما بيقعدش. بيتاخد على طول. طب ده لا ما ينفعش. ايه بس نحط فحم بلاش استهبال. ده بينور المكان. طب حلو، دايما احط فحم هنا واحط اي حاجة تنورينه يا عم، بلاش استهبال. تاني نحط واحدة هنا ونحط واحدة هنا، نحط واحدة هنا، نحط واحدة هنا، وواحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا، كده تمام، كده حلو أوي. عايزين نعمل ايه تاني؟ بتهيألي ننفع ننام؟ لأ، هنا خلصنا 8 حديد، حلو حلو. دلوقتي ينفع نعمل حاجات من حديد. دروع طب أسلحة. لا ثانية بس، نعمل خشب، نعمل عصيان، نعمل عصيان عشان حاول نعمل ده، حاول نعمل كمان من ده، ونعمل كمان من ده. تاني خلاص كده نايس. بس سيف سيف انا. في حديد تاني اهو كتير يا جماعة، ده احنا هنعمل تقدم كبير اوي في اللعبة. حلو كده، حلو الكلام، حلو الكلام. انا بتهيألي رايح احرق كل حاجة دلوقتي. استنى بس كده، هات الفحم ده، خد خد، احرق 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 براحتك احرق. مش عاوزينه مش عاوزينه، يلا احرقهم احرقهم. عايز اشوف هو بيحرقهم، شوية ما هما هيتحرقوا مع نفسهم. بس يا جماعة ده إنجاز كبير، إنجاز عظيم. ناخد 3 حديد. هي مش هتخلص دي. عايزين برضو يبقى نعمل لحمة. خلاص كده آخر حبة بتاع، نعمل لحمة بقى برضو عشان ايه نسوي كل حاجة. هي دي اللي موجودة هنا. تعالوا نجرب كده الفؤوس الجديدة كده وبسرعة بسرعة يعني. بصوا مش هنقعد بقى نستنى 10 ساعات على ما الحاجة الواحدة تتكسر. لا هو سريعا سريعا كده 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 نخلص نخلص الكلام، ما عندناش وقت احنا. صح ولا؟ ده احنا شكلنا يا جماعة هنعمل تقدم كبير، هنعمل حاجة أسطورية في ماينكرافت. طبعا نرجع للبيت ناخد ده برضو ما ننساش. يلا يلا خد خد خد، تعالوا نجرب كده نحفر. بحفر بصراحة حلو. أي ما حفرة حفرة الأخير وقع فيها.
فيها واسخفيها، اخرج عنبر اطفيها واقطعها ما تخفيهاش. اه ثانية، تعالى نزرع شجر، نزرع شجرة عشان ايه؟ نحمي البيئة. ازرع ازرع كده يا جماعة، هتطلع لنا خشب وناخد خشب تاني. ايه رأيكم في الفكرة الجهنمية دي؟ خد احرق. ايه ده، قص على طول، هات احرق، قص على طول، هات احرق. لا دي مش بتخلص على طول. طيب يا جماعة، وانا كنت وصلنا لنهاية المقطع، فمتنسوش اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وصول جديد. ولو عاوزين نكمل في سلسلة ماينكرافت قولولي في التعليقات، ولو عندكم أي أفكار جديدة أو أي حاجة ممكن نعملها في اللعبة قولولي، ويلا سلام. اللايك أمر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة، أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد.